تفضل حالة الطلاب عند الشيخ. أيوة إنه منهم أو لابد أن تعمل له عملا. أيوة مثلا في وقت الخريف هناك زراعة في الحقول. نعم. فيذهب الطلبة إلى المزارع له، إلى بعض المزارع له. نعم. يزرعون له، يعملون له في هذا العمل. ما شاء الله. في وقت الخريف. نعم. رأيته؟ وقت الخريف ووقت الأمطار. أيوة وقت الأمطار. نعم. لأنه هو ما يأخذ منهم شيئاً. نعم. يعني فلوس كذا. لكن يساعد الشيخ. أيوة يساعد الشيخ. من البر. كان هذا. نعم. مما يفعلونه. يزرعون الأرز يا شيخ؟ الأرز في نعم. نعم هناك الأرز يزرع، وهناك الذرة، هناك الدخن، رأيته، هناك إيش الفول كما يقال، الفستق ما أدري كذا. ما شاء الله. هذه موجودة يزرعونها. نعم. خيرات في سبحان الله. في وقت الخريف. نعم في وقت الأمطار. كان يزرعون له هذا. ما شاء الله. فكنت تجد الطلبة أو تجد كل من الطلبة قد يقدم للشيخ عملا. نعم. عملا. لكن الشيخ لما وصلت ما أمرني بمثل هذه الأعمال. سبحان الله. فرغني للطلب والله. سبحان الله. ولذلك استطعت أن أنقل أن أكتب هذه الأشياء. تكتب هذه الكتب. هذه الكتب. رأيت. فرغني للطلب. ثم بعدما قرأت عدة كتب كان له أولاد. هؤلاء متقدمون في العلم. يعتبرون من أقوى الطلبة. أي ما شاء الله. أقوى طلبة جميعا. نعم. نعم. وأحسنهم في التحصيل. ما شاء الله. رأيت. نعم. فهؤلاء ضمني إلى بعض هؤلاء من أولاده. نعم. أقرأ الكتاب الذي يقرؤونه، مجموعة من الأولاد كانوا يقرؤون في كتب، فضمني إليهم. ما شاء الله. هذا اختصار أيضا للوقت. نعم. نعم. فقرأنا مما قرأت معهم كتاب في علم القضاء، تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لأبي بكر بن عاصم الغرناطي، هكذا الأندلسي المالكي، لعله صاحب مرتقى الوصول إلى علم الأصول. ما شاء الله. رأيت. هذا من الكتب التي ضمني مع أولاده في قراءته. رأيت. وهكذا إلى أن هذا مضى كمدة كذا وأنا هنالك، وجاءتنا فتوى قبل بعد ما انتهينا من قراءة هذا الكتاب الأخير مع هؤلاء في القضاء أراد أن ندخل أو أن أقرأ معهم مراقي السعود. لكن في هذه الحالة أو في هذا الوقت صادف رجوعي، أو اتفق أني رجعت، لأني كنت رجعت لأستعد للمجيء إلى المدينة. ما شاء الله. بسبب فتوى للشيخ الأمين من هنا، كان قد أفتى به في صحة الصلاة في الطائرة. هذه الفتوى وصل إلى شيخنا هنالك، فلما قرأ الفتوى قال لنا هذه الفتوى غاية في موضوعها، والذي أفتى بهذه الفتوى أهل لأن يؤخذ عنه العلم، وهو لم يرى الشيخ الأمين. الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء. نعم. نعم. لم يره. يعني هذه الفتوى هي السبب. خلينا نعيدها. الرحلة. أتحرك. أيوة. نعم. مرة ثانية. نعم. طيب.